مرض العصر هو سمنة الأطفال، وكثير من أطفالنا بيعانوا من السمنة، وده بيأثر عليهم نفسيا وبدنيا، ومع أصحابهم كمان في المدرسة ممكن يتريقوا عليهم أصحابهم. استيعاب الطفل بيكون ضعيف جدا، لأن للأسف الطفل اللي بيبقى عنده سمنة معظمهم بيكون عندهم أنيميا. إزاي نتعامل مع سمنة الأطفال؟ طبعا إحنا لازم نقول للطفل أهم حاجة يبعد عن كل ما هو فيه مواد محفوظة. يعني إحنا مجرد نخلي الطفل يبعد عن الشوكولاتة والبسكوت والعصاير والمقرمشات والباتيهات، الحاجات اللي هي المحفوظة اللي بنجيبها من برة، بيبتدي جسمه ينضف ويحصل ديتوكس للجسم، والحرق بتاعه بيتحسن جداً. الأم طبعا لازم تعوض كل دوت بأكل صحي، يعني إحنا مش هنمنع عنه الحاجات اللي هو بيحبها من غير ما نعوضه بحاجات تانية. يعني طبق بتاعه لازم يكون فيه كل الألوان، كل لون بيحتوي على عنصر معين من الفيتامينات أو المعادن، الأنتي أوكسيدنس أو مضادات الأكسدة اللي بتحسن جدا الميتابوليزم أو معدل الحرق، بتتواجد في الفاكهة والخضار خصوصا اللي لونها أحمر غامق زي الفراولة، زي الرمان، زي الفلفل الأحمر، زي كل ما هو لونه أحمر غامق، البنجر، الحاجات دي كلها الأم تركز عليها جدا علشان نعمل تنظيف لجسم الطفل ونحسن معدل الحرق. مهم الأم تديله حاجات يكون بيحبها بس بطريقة صحية، مثلا تعمله الفشار بالبيت، بدل ما نعمل الفشار بزيت وملح كتير ممكن يتعمل في المايكرويف بشوية مية. برضو نديله الحمص، نديله الترمس، نديله البطاطس المهروسة، نديله البطاطا، كل دي حاجات هتساعده ان هو يشبع، وفي نفس الوقت هي صحية، تديله طاقة حلو جدا يقدر يستوعب والسكر اللي محتاجه الطفل في الدم، وفي نفس الوقت ما نزودش وزنه. طبعا لازم في المدرسة نحفز برضو الحرق بالألياف، الفاكهة والخضار مهمة جدا، وكل ما نحط ألوان كتير في اللانش بوكس بتاعه في المدرسة كل ما الطفل هياكل بشهية حلوة يبتدي ينسى الوجبات الجاهزة ويروح ناحية الوجبات الصحية. مهم جدا أطفالنا هم في وقت ذهبي لممارسة الرياضة، فمن الحاجات برضو اللي بنحارب بيها سمنة الأطفال هي ممارسة الرياضة. أشترك في جيم، أشترك للطفل في جيم، أشترك للطفل في لعبة رياضية يكون بيحبها، حتى لو بدأنا بوقت قليل أو بتمرين مرة مرتين في الأسبوع فيش مشاكل خالص، بس لما بندخل الرياضة في النظام اليومي أو الأسبوعي للطفل بتفرق جدا في شكل الطفل ومنحارب بيها السمنة.